السيدة أم البنين صلوات الله عليها، ينبغي أن تتخذها النساء أنموذجا وقدوة، وهذه ليلتها بأبيه وأمه. شوفوا في تاريخ أم البنين كله أثر عنها أنها يوما قط آذت أمير المؤمنين، تدخلت في منهجه في شؤونه، اجت قالت له إن لك أصحابا بالكوفة يشتمون السلف، مثل ما سوت تلك المرأة البلهاء زوجة الباقر عليه السلام. أبدا هذا الشيء ما ذكر عنها أبدا. غارت عليه بما تجاوز الحدود أيضا أبدا، ما أثر هذا عن أم البنين قط، مع أن لأمير المؤمنين عليه السلام في زمان زوجيته وإياها زوجات أخريات، نساء أخريات، لكن ما حدثنا التاريخ أنها يوما ما جاءت وغارت على أمير المؤمنين ونكدت عيشته أبدا. أولادها صلوات الله عليها وعليهم كيف ربتهم؟ يعني إن صح ذلك الخبر أن إبراهيم ابن تلك المرأة الثقفية زوجة الباقر بعد رحيل الباقر نازع أخاه الصادق الإمامة، هذا معناه أن لأمه دخلا في تربيته، هذه التربية الشيطانية جعلته يتمرد على الإمام والوصي الشرعي. وبالفعل ترى كثير من أبناء الأئمة نازعوا إخوانهم الإمامة حسدا غيرة، وكان لذلك عوامل منها التربية من جهة الأم، من طرف الأم، الأم مو صالحة بالقدر الكافي، فلذلك الولد يحمل صفاته.